السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي. النهاردة فيديو جديد. النهاردة عندي وحدة الأدراج دي، كانت جايالي هدية من ابني الغالي بلال. هتلاقوا صفحته، هكتب لكم صفحته إن شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. جاب لي وحدة الأدراج دي هدية في فرح بنتي. ربنا يخليك ليا يا بلال يا رب. قلت اعملها النهاردة، اعملها بشكل جميل كده بالالوان الجديدة بتاعتي. حابة ان انا اعملها حاجة كده يعني ملونة، فيها بهجة وفرح، و يعني تاخد درجات الوان حلوة يعني وكتير. فجاي يهف عليا كده ان انا اعمل ايه، حاجة مبهجة يعني. ابعد بقى عن التعتيق شوية وعن الالوان اللي هي المقفولة، وهبدأ ان انا اعمل، عايزة اعمل حاجة بالوان مترقعة كده. فهنيجي دلوقتي، اول حاجة طبعا بنعملها في اي قطعة اساس بتجيلنا، سواء بقى صغيرة او كبيرة، نفس النظام ده. لو عندك بايو كبير، لو عندك دولاب كبير، هنشتغل برضو بنفس النظام ده. طبعا بصنفرها، صنفرتها كويس جدا، وابتديت دلوقتي لقيت فيه زي فتحات كده صغيرة بايدي بالمعجون، معجون جي ال سي بتاع الحوائط، عادي جدا. هبدأ املس بيه، بس يعني اسد اللي هي الايه، الفتحات الصغيرة او الرفيعة دي. بعد ما بسدها وبتنشف، ببدأ ان انا اخد الصنفرة واصنفر كل ده. ده اللي بيحصل برضو في اي قطعة اساس انت جايباها، سواء مثلا خشب بيور ابيض كده، او اذا كنت هتعيدي تدويرها تاني، نفس الطريقة بالظبط. احنا بنشوف ايه العيوب اللي فيها الاول، بنصنفرها، بننعمها او بنخشنها عشان ندهن عليها طبقة لون تاني لو هي مدهونة قبل كده بلاكي او استر. وبعدين بنشوف بقى، بنملس بايدينا كده عشان نشوف اذا كان في اي شقوق، اي مكان للمسامير. بظبط ايه السطح عندي، ولازم امشي ايديا كده علشان ايدي هي اللي بتحس بكل حاجة، سواء حاجة طالعة او حاجة منخفضة، مكان مسمار او كده. خلاص هبدأ اخدها، هي اعملها بالطريقة دي كلها، الفها كده وامشي ايدي برضو عليها وامسك الادراج، افك اللي هو الاكرة بتاعت او الايد بتاعت الدرج. هو جايبها لي شكلها شكل بوليستر كده، شكلها فيه وردة. وهبدأ برضو اعمل الادراج بنفس الطريقة دي بالظبط. لازم امشي ايدي كده عليها علشان املى الحفر، وبعدين اشيل الزوائد كلها. هشوف ايه اللي عايز يتظبط في الحفر كلها اللي موجودة في الادراج، وبعدين بعد كده هسيبها تنشف. كل ده اسيبه ينشف، وابدأ بقى بصنفرة متوسطة، صنفرة حوالي 320. ابدأ ان انا يعني امشي عدل الادراج دي كلها. طيب انا عملت دلوقتي، صنفرت كله، وابتديت ان انا اشوف انا هعمل ايه الديزاين. في لقيت هنا عندي منديلين حلوين قوي، كنت طبعاهم شكل كده، شكل عربي شوية، مجموعة حاجات بتجمع، زي مثلا ايه، ساعة مع جيتار مع قماش مع حاجات كده يعني متجمعة. فحسيت ان شكلها حلو قوي، ونفس درجات الالوان اللي انا عايز اعملها. يعني عايزة ادخل الفوشيا مع الازرقات مع الاخضر اللي هو الفاتح، عايزة يعني نفس الدرجات دي انا عايزة اعملها. فخلاص قلت ماشي اوكي. هبدأ دلوقتي اخد، طبعا طالما في لزق مناديل يبقى لازم هعمل ايه، لازم هأسس السطح، أأسس بأبيض. اوكي، تحت المنديل لازم يكون ابيض، ما ينفعش ابدا ان انا ادي درجة لون غامق تحت المنديل، ما ينفعش.
اولا هيشف درجة اللون، وهيبقى المنديل الرسمة اللي فيه مش هتبان. طبعا هنا انا بدي شمال يمين فوق وتحت وكده، بس في النهاية بتكون الفرشة في اتجاه واحد في النهاية خالص. النهاية في الاخر خالص لازم ادي السطح كله زي ما انتم شايفين كده من فوق لتحت كده باتجاه واحد. اوكي، هسيبها هعمل طبعا الاتجاهين. انا مش عايزة احط فوق حاجة ولا على الادراج حاجة، طالما حطيت على الجناب يبقى مفيش داعي خالص ان انا احط فوق وتحت حاجة خالص. طبعا ده بلاستيك ابيض، انا بأسس ببلاستيك ابيض ومعاه شوية مية او نقطتين كده مية، يسيل بس البلاستيك شوية بحيث ان هو يتفرد معايا. جميل جدا وبيغطي لي السطح في منتهى الجمال. انا بقى مش هأسس اي حاجة تاني، خلاص الجنبين بس دول هما اللي يتأسسوا خلاص. طيب هنشوف هنعمل ايه بعد كده. هسيبه طبعا ينشف، وهبدأ دلوقتي مرحلة ان انا اعمل الديزاين. انا قلت هنحط المنديلين دول على الجناب، وهاخد درجات الالوان وهعمل بيها الادراج، يعني درجات الالوان بتاعة البوسترات، اللون مثلا البينك والاخضر واللي هو الاخضر التيفاني، ودرجة الازرق الحلوة دي الجنسي، هناخدهم الدرجات دي وهنعمل بيهم الادراج. ماشي، طبعا الالوان دي بتاعتي الوان ووتر بروف. الووتر بروف هنا ميزته ان هو اولا بيتحط على الخشب مباشرة، يعني طبقتين منه او اول طبقة ليه زي ما هشوفه دلوقتي بيكسي من غير طبعا تأسيس تحتيه، وما بيحتاجش كمان طبقة حماية، لان لو وقعت حاجة عليه احنا بنمسحها في منتهى الجمال، ما بيحتاجش كمان ان احنا نعمل له حماية ونقعد ما ندي طبقات ورنيش وطبقات واكس والحاجات دي كلها. دي اجمل حاجة في الالوان دي، ودرجات الالوان بتاعته حلوة جدا. انا النهاردة هستخدم اللامع شوية لان انا عايزة حاجة تبقى مودرن، انا عايزة مش عايزة حاجة يبقى فيها تعتيقات وما تبقاش مط. فهاخد انا هنا طبعا علشان احدد ايه، انا كنت عايزة اللون الفوشيا او البينك يكون في النص، فلازم احط الادراج كلهم واشوف مكان الدرج اللي في النص هو ده اللي انا هاخده واعمله البينك، لان انا لو كنت خدت اي درج وخلاص ما كانش هيبقى هو اللي في النص، لان هما ليهم ترتيب معين. خلاص يبقى هو ده البينك او البينك اللي مدي على فوشيا ده بالدرجة دي، حلوة جدا عجبت ناس كتير قوي عملته في اللايف فعجبهم درجة اللون، الكل كان بيقول لي الدرجة حلوة او اللي انتي نفستيها، فحبيت ان انا اعمل بيها برضو اشتغل بيها النهاردة. انتوا زي ما انتوا شايفين كده من اول طبقة، يعني هي النقطة اللي انا حطيتها على السطح، بس هنا الفرشة كانت بتنزل الشعر بتاعها لانها جديدة فبتسبب لي بقى مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده اول طبقة بتكسي الخشب كله، ما بتحتاجش حتى طبقة تانية، بس انا بديها طبقة كمان علشان انا بحب الحاجة ايه يعني غنية كده، تكون شبعانة الخشب يكون شبعان باللون. اوكي، طيب ادي درجة اللون اهي، هاخد الدرج التاني طبعا يعني في الفاصل انا هعمل هكمل الدرج كله من جوه ومن بره ومن كله، بس جوه انا بضيف للون شوية نقطة مية علشان يبقى سهل شوية في ان انا ايه يعني ما يبقاش طبقة تخينة، بحيث ان انا ما اجي اقفل الدرج يبقى في حائل كده او في حاجة مش 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 حلوة او عائق يعني. ادي هناخد كده اللون التيفاني الجميل زي ما انتم شايفين، نقطة مجرد نقطة بس
بتظبط لي الدنيا يعني، وبتكسي على طول يعني، ما بتخليش مش ما بتبقاش كاشفه، بتبقى كاسيه كويس قوي. لكن انا طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحبها ايه، غنيه، فعشان كده انا هدي طبقتين ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو، ده اللون التيفاني، فاضل بقى درجة الازرق اللي هو مش عارفة ده اسمه تركواز ولا ايه، بس ازرق كده شكله يعني ازرق حلو كده، ازرق اللي هو بيبي بلو غامق مع مثلا نقطة بني، فبيدينا درجة اللون دي، لون شيك يعني. عجبتني درجات الالوان دي وحبيت ان انا انفذها، وممكن اللي عايز مثلا ينفذ بدرجه لون واحد مفيش مشكله خالص. انا بديكوا افكار، ويعني ممكن انتوا بقى تتركوا لخيالكم العنان وتسرحوا بقى في اي عمل فني تقدروا تعملوه على ذوقكم. اللي عايز يعمل مثلا لون واحد مفيش مشكله، انا حبيت ان انا اعمل حاجه مبهجه كده فيها الوان كتير، درجات الوان نفس درجات البوسترات. حطيت البوسترات في الجناب والادراج كل واحده لون. في الفاصل بقى يعني هسيبهم ينشفوا وهبدا اعمل بقى جوه درجات الالوان. طبعا هنا بشيل على طول الحاجه اللي سيلت خلاص، هيبقى الترتيب بتاعهم بنفس الشكل ده. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده بقى هنجيب الكومود وهنبدا نلزق عليه البوسترات. طريقه لزق البوسترات سهله جدا، دي المناديل اللي هي مش مستورده طبعا، اللي هي احنا بنطبعها هنا في مصر، بتبقى ناشفه شويه، فبضطر احط لها تحت ورنيش مائي وفوق برضو ورنيش مائي. تعالوا هنشوف مع بعض الطريقة ازاي. انا طبعا عملت تنتيفات كده للورق اللي حواليها، ما بقصش بالمقص، بقص بايديا تنتيفات كده. هبدأ اخد هنا الورنيش وبس، ببقى محتاجة فرشة اكبر شوية، يعني عايزة فرشة اكبر شوية بحيث انها ايه الورقة عندي كبيرة تسعفني وانا بلزق. يعني كل ما الورقه تكبر كل ما تكبري الفرشه عشان ما تكرمش معاكي وتبداي انك انت، واغرق كده يعني، انا بغرق المكان ورنيش، مش بعمل الفرشه مثلا ناشفه وكده، لا بغرق الدنيا ورنيش حلو قوي، ما تستخسريش يعني، خليكي كريمه. وبحط طرف المنديل بس، بظبط كده المكان وبسيب طرف المنديل او بسيب طرف الصورة، وابدا اخد بقى شمال يمين شمال يمين، وانا باخد بتك كويس جدا عشان الفقاعات او الهواء اللي فيه يخرج بره. الخطوة اللي جاية انا بحب المس الورق قوي، بحب اشتغل بايديا كده زي ما انتم شايفين طول عمري يعني. حركة الايد دي بتبقي انت حاسة بالكرماشة اللي تحت، بتفرديها وبتبدأي بقى يعني ايه، ببدأ اشيل انعم السطح كويس جدا. طالما ايدي فيها ورنيش خلاص ما قلقش يعني، الورقة ما بتتقطعش. باخد منديل بعد كده ببدأ امسح الزيادات، طبعا بمسح بالراحة جدا يعني، ايدي تكاد تكون بتلمس الصورة نفسها، تلمسها لمس، وبتبقى ايدي حساسة. اول ما الاقي ان الورقة هتشبط فيها يعني خلاص هتطلع، بشيلها على طول. ادي الصورة في منتهى الجمال، ما فيهاش ولا كرموشة واحدة. هلزق بعد كده الناحية التانية، لان طبعا صعب جدا الناحية التانية الزقها الا لما دي تنشف. هبدأ اقطعها وهتتلزق الناحية التانية.
لكن طبعا هقطع ال هقطع الحرف بتاع الصورة اللي هو لونه أبيض. هنا لزقت الصورة التانية وعملت دمج للصورة الأولانية، شوية ألوان من نفس مية اللوحة، وابتديت إن أنا أداري بيها الحروف بتاعة الصورة. هنا الدرجات مختلفة شوية، أغمق، هبدأ أخد من الفوشيا وأحاول إن أنا أخلي نفس الدرجات، يعني أسيح درجات الخلفية شوية، يقابلني لون موف أعمله، يقابلني الأسود شوية يعني أسيح بيه، درجة البيبي بلو دي ممكن أطلع بيها شوية. هنا عايزة اللون الأسود شوية، ده يعتبر دمج. أنا بدمج هنا بقية اللوحة علشان حرف اللوحة ما يبانش طبعا، وغطي بقية المساحة اللي هي المكشوفة. هبدأ أخد بقى درجة الأسود فكرة الدمج دي، انا بحبها قوي، بحب احط كده درجات فوق بعض، في النهاية بتديني شكل حلو قوي. ممكن ادخل على الصورة عادي جدا، هخلص بقية دمج الصورة وهحط الأدراج وهدهب شوية حاجات فيها، وطبعا الأوكر بتاعة الأدراج دي هدي كل درج الأوكرة بتاعته نفس درجة اللون بالظبط. في ناس ما بتحبش الدمج، مع ان الدمج ده امتع حاجة في الدنيا، وممكن يعني الواحد بقى يظبط نفسه شوية، يقدر الاماكن الغامق ده ممكن افتحه، مش هيحصل حاجة لو اتفتح. المهم فوق هنا هدي نفس درجة الموف او درجة الفوشيا او البينك اللي فوق الميدي على الفوشيا ده، هديها كلها بالخلفية بتاعتها اللي ورا بالظهر. حاجة بسيطة جدا خلت عندي قطعة الأساس دي أو وحدة الأدراج دي يعني مميزة جميلة جدا، ممكن نستغلها ونعمل الفرنيتشر عندنا بنفس الطريقة دي. مش لازم تكون ألوان كئيبة، مش لازم تكون ألوان فاتحة قوي برضو، في بحاول اظبط بقى الحاجة. بعد كده انا لقيتها انها غامقة شوية، حاولت ان انا اديها رتوش كده من درجة برضو البلو، بحيث انها ما تبقاش السواد بتاعها الكاتم ده، يعني حسيت ان الاسود بتاعها كاتم قوي. اوكي، طيب الخطوة اللي جاية ان انا هدي فوق والظهر ده درجة البينك او البينك اللي مدي على الموف ده، يعني انا بحط على السطح على طول زي ما انتم شايفين اهو، وبمسك الفرشة وبمرر بيها بمنتهى البساطة، مفيش اي تعقيدات. اللون زي ما انتم شايفين بيكسي كويس جدا، درجة الووتر بروف دي حلوة قوي، يعني الدرجات الفاتحة بتبقى خفيفة، لكن ما شاء الله النوعية دي بتاعت الووتر بروف حلوة قوي، عجباني، بتكسي معايا ما شاء الله، يعني الشغل بيها حلو قوي. ادي برضو دي ده وش ايوه، هعمل الجناب طبعا لازم الجناب بقى، هنا بضيف لها زي ما انتم شايفين كده نقطة مية علشان الفرشة تقدر تمشي معاه. بس ادي الموضوع سهل جدا،
ما فيهوش اي تعقيدات بالوان. هخلص وحدة الادراج وهصورها ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم الالوان الجميلة الجديدة. ميرسي قوي، واتمنى انكم تكملوا الفيديو وتشوفوا وحدة الادراج في النهاية بقى شكلها ايه. ميرسي قوي، وباي باي.